نعم. الخبر الثاني لينا، وزير المالية على الإصلاح قد يتطلب دمج بعض المصارف. طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي بإجراء تحليل عميق لمعالجة الوضع الحالي وأوضاع الاقتصاد الكلية بالبلاد، وشدد خلال مخاطبته ندوة القطاع المصرفي في الإصلاح الاقتصادي السبت على إدارة حوار عن أفضل السبل لإصلاح القطاع المصرفي. وقال البدوي إن البرنامج الانتقالي للحكومة يرتكز على مقاربة دور القطاع المصرفي وبناء مشروع اقتصادي وطني والانتقال من المرحلة المأزومة إلى التنمية الاقتصادية الشاملة وتطوير البنى التحتية. وحذر وزير المالية من تحرير سعر الصرف، وقال أنه سيكون ذو آثار بالغة على قطاع المصارف، ورهن تحريره بإصلاح القطاع المصرفي واعتبر أن إصلاحه أولوية، وأضاف لابد من أن يكون سعر الصرف لا يتسم بالمغالاة ويدعم الصادرات والصناعة. المخاطبة الآن لناس المصارف، عشان كده كان واحدة من المعالجات الاقتصادية الناس تنظر كيف أنها تدمج المصارف دي اللي عندها أهداف متشابهة، اللي عندها رأس مال قوي وكده مع بعض. أنا أفتكر ده موضوع مطروح للنقاش، ويعني حقه يتكلموا فيه أصحاب الاختصاص، بمعنى أنه تتفتح ندوات ويشوفوا عدد المصارف اللي عندنا والسياسات الشغالة بها ورأس مالها والمجالات الشغالة فيها، عشان على الأقل لما تطرح أي رؤية بتاع الدمج حقه ما تكون مبنية على فقط معالجة أشياء آنية وتجيب لك مشاكل تانية أنت ما تقدر تتخارج. الكلام ده أنا ذكرني واحدة من النقاشات الطويلة جدا حول دمج الصحف. يعني نحن كنا في المجلس القومي للصحافة والمطبوعات في عدد من اللجان وكذا، فالناس كانت تتكلم لا والله الصحف دي كثيرة، وفي صحيفة بتنشر 3000، وفي صحيفة بتنشر 8000، وفي صحيفة بتنشر، والتوزيع صعب ومدخلات الصناعة صعبة، حقه يدمجوا هذه الصحف. الكلام ده طبعا ما بتم بالطريقة دي، بتم بأن كل صحيفة عندها سياسة تحريرية، عندها رأس مال، عندها أهداف دائرة تحقيقها وكذا. لو ما جلسوا وتوافقوا فعلا، كل ناس شافوا أهداف متقاربة مع بعض وشعروا بأنهم من مصلحتهم يكونوا لهم شركة قوية، ما بيتم الكلام ده. ينسحب الآن على اتحاد المصارف، وزير المالية عنده مشاكل اقتصادية كثيرة جدا ودائرة عالية، والآن بخاطف في المصارف، حق المسألة دي يخليها لأهل المصارف. وعندنا ناس قامات كبيرة جدا وعندهم اتحاد المصارف، يعمل له عدد من الندوات ويشرك فيها الرأي العام والصحافة. بعد ذلك لو في أي دمج حقه يتم على أسس قوية جدا في النهاية تخدم أهداف الاقتصاد السوداني. الوزير برضو تكلم عن سعر الصرف وعن التحرير وضرر وكذا. يا أخواننا نحن والله ما اقتصاديين، لكن متابعين جدا، بنفهم حاجة واحدة بس، أنك أنت إذا كان ما عندك إنتاج لا تستطيع أن تتكلم عن تحديد سعر صرف، ولا تستطيع أن تتكلم عن ميزان تجاري، ولا عن سد فجوة. أنت محتاج لأن يكون عندك إنتاج تصدره عشان يجيب لك عملات صعبة من برا، وتصدره عشان يوفر عليك العملات، وتصدره أيضا عشان تقوي به بنياتك التحتية في الداخل، ومحتاج لأنك تقلل الواردات بتاعتك، تشوف أنت الممكن تنتجه بالداخل شنو وتحاول تقلل فيه والاستيراد، تحاول برضك توظف ما أمكن صادراتك بحيث أنه تطلع منها صادرات نوعية، الصناعات التحويلية. يعني أنت بدل الليلة تمشي برا تلقى جهات كثير جدا بتستورد منك لحوم حية، هي تقوم تعالج اللحوم دي وتصدرها لجهات تانية بدباجتها، وده ممكن تعمله أنت في السودان. الأشياء دي بتنسحب على حاجات كثيرة جدا. خلينا نحن نشتغل شغل بإمكانياتنا المتاحة المتوفرة لنا. أنت الليلة في السودان عندك زراعة وعندك ثروة حيوانية ضخمة جدا وعندك معادن، دي كلها موارد اقتصادية، وعندك مياه أراضي واسعة جدا. أنت ركز على أنك توظف مواردك دي وتستغلها للنهاية. بعد ذاك ما نقص من عجز، أطلب المجتمع الدولي للدول الصديق خليها تساعدك، لكن أنت لازم تعمل البيز بتاعك الأول، حاجتك دي تعملها، حاجتك دي وضامنة في يدك. نعم. يعني أنت الليلة هسه كحكومة ولا مجلس سيادي، أي حاجة داخل السودان تحت سيطرتك. نعم. شوف الأخطاء كانت فيها شنو، وظيفة توظيف صح، وفر بها موارد، أعمل كل إجراءاتك الضرورية، خلي يكون عندك على الأقل قاعدة قوية جدا، الزول الجاي يساعدك ده ولا جاي يدعمك ولا جاي يستثمر عندك يثق في أنك أنت بتستحق أنك يعني تفتح له فرصة الاستثمار، ودي واسعة جدا. بنياتك التحتية بتاعت الاستثمار دي جاهزة، بنياتك التحتية بتاعت الزراعة أعمل فيها مجهود كبير جدا وصدر. لأننا نتكلم عن صادرات الحبوب في السودان، بتعتبر من أميز الصادرات، الصمغ العربي والسمسم.
دي كلها انت ممكن تغطيها من الداخل. فانا شايف انه حقه نحن يعني نعول على ما عندنا ولا نعول على ما بيد الاخرين. نعم, نعم. جميل. نعم. انا شكرا لك كثير جدا دكتور عبد الملك النعيم على هذه المساحه التحليليه لاهم الاخبار, الكاتب الصحفي والمحلل السياسي استاذ الاعلام جامعه الخرطوم. شكرا لينا وشكرا معتصم وشكرا للذين تابعونا. شكرا دكتور, وبنحييك وبنحيي كل المشاهدين اللي تابعونا.